FM. الكلمة ليك. وائل مرحبا بك على موجات كاب FM. يا عايشك احنا زيدا فرحانين برشا انك انت تكون معنا. اكيد نفرحوا برشا الكفاءات التونسية اللي تتألق البرة مش في اي بلاصة في المانيا في اختصاص كرة اليد. وائل كان تحكي لنا شوية والناس اللي تسمع تألقك مع فريقك هذايا اليوم شفت في البروميير ديفيزيون ومنك انت نشوفوا يعني رسالة للتوانسة الكل هاو عنا توانسة متألقين البرة. في مرة أخرى والله تحكي لي معناها أنا أكون في فرحان برشا معناها عبد هوني في ألمانيا معناها دار جمهور المختلفة من تسمح في الموقف الميز برشا ناس لعبت في الدرجة الألمانية معناها وريت حاجة باهية اللي عاونتني بالنسبة والانترنير وغزيان لعبت مع لاعبين معناها كبار كما بيني ميكلاين وكما ألكسندر بيترسون وكما الدبلوم نتاعي خديته في عارف الكليات انا عارف معناها البايت نتاع كرة اليد معناها مع افنديس اللي هو غني عن التعليم في تونس وتوا معناها جاتني الفرصة باش راني كيف في الدرجة الأولى المحترفة معناها جونيور كيف في الدرجة الأولى الثالثة جونيور هذا معناها مش سهل معناها باش يعطيني واحد معناها يا ألمانيا باش عربي شعر فتحاً معناها باش يريني كيف ألمانية ولا باش يعطيك الكونفلونس وطفيت الوزير وانا فرحان برشا وراي كل شارك يرجع معناها تونس كيف تشوف معناها عرشة لك تشوف في التلبة درابة تونس موجود معناها مدين الموب مدين الشيك مدين السويد درابة تونس موجود انا فرحان برشا و وكاو معناها ان شاء الله نرجع لتونس معناها ننفع بلادي معناها انا نحبش نمشي باتة أخرى نحب ننفع بلادي نحب ننفع أنا جيت مع تجوير في الاستيراد في الكليب في الإطوال في فرنسا درجة أولى زادة نحب معناها ننفع بلادي بالشيء اللي تعلمته بالشيء اللي قريته بالشيء اللي مارسته هوني وكما قلت لكم معناها ففي جروب كبير اللي أنا مع هذا الشيء اللي قاعد فيه فرحان برشا مارسي لكم أنتم اللي ذكرتوني زادة ومارسي شيراز ومارسي أيمن والله هذا واجبنا يا وائل احنا مرحبا بيك بالعكس نفرحوا بالحق نلقاو تونسي كان تبعوا الاخبار التوانسه نتاعنا لبرا خاصه كما قلت انت مش بالساهل اللي ظهر لي في البروميير ديفيزيون بروفيسيونيل يعني نلقاو تونسي يدرب وخاصه نعرف كما قلت وعربي اون بلوس معناتها صعيبه شويه ويظهر لي كما قلت لعبت انت غادي حلت لك ثنيه وائل وي انا كنت هون زاخذ احسن جوار انا في ناسيونال كبير في المانيا هذا الشيء اللي يعاوني زاد برشا كيما قلت لك لعبت انا هون معناها مع في الدرجه الاولى المحترفه معناها مش سهل اول عربي يلعب اول تونسي يلعب في الدرجه الاولى الالمانيه المحترفه لعبت من 2003 حتى 2005 معناها صافي معناها كبير وحاجه باهيه هذاك الشيء اللي عاوني معناها والدبلوم اللي خديته معناها يتعلق اوتوماتيكمون من الشيء اللي لعبته حتى في المانيا معناها تمشي كل شيء اوتوماتيك معناها كل سلو معناها كل شيء تبع بعضه الحمد لله معناها يا ربي معناها كنت موفق والناس معناها في المانيا الناس في تونس احنا معناها ولد شكون ولا مع شكون ولا برسمك ولا عايش اكيد خدمتك هي اللي تحكم هم في المانيا معناها كل شيء بالخدمه كل شيء معناها بالخدمه بالواحد والحمد لله كما قلت لك مش سهل واحد شعر اكثر باش يراني كيف الماني هذه حاجه انا شرفت لي شرف لتونس شرف زاد نازل فيه يعني راهو نحب نازل فيه برشا نحييه ومنزل تميم اكيد شرف لينا الناس الكل تألقك وتميزك وائل الحريري واضح وائل المرحله القادمه ان شاء الله تويك اكيد تدرب في الفريق هذا شو نستناو من وائل الحريري في المستقبل قريب ولا بعيد نتاعو قبل ما نحكيو زاد شراس قولي على تونس ومن بعد نحكيو على تونس لكن شو نستناو من وائل الحريري في تجربته الالمانيه ومن بعد في ان شاء الله تجارب مرتقبه نقولوا في تونس علاش لا انا الفريق اللي خديته هذا اللي معناها اللي حطوني على راسه انا نتاع درجه بيت نص فرق فريق الاولى جونيور معناها درجه اولى درجه اولى تحصلت عليها عمناول على البطوله والكاس والدرجه والفريق الاول هو قلت لي انا صعدت معاه من الرابطه المحترفه الرابعه الرابطه المحترفه الثالثه وتوا في الرابطه المحترفه الثانيه معناها انا كنت معاهم كذا سنين معناها كل عام نطلع معاهم
وهو أنا جي سو بيان تجري مع العباد وعندي في ألمانيا زادة كنت بعد أنا حب منحبش نكون أجواء متاع عبد خاطر أنا نعرف هوند ملعب هوند عمر من عمر 9 سنين وعندي خبرة كبيرة برشا في هوند ونعرف يعني وأنا أوتر بارونتيز معناها نعمل يقعد معناها في الفاكولتي معناها جنرال في كولونيا اللي أكثر مدرستي متاع هوند بول معناها في ألمانيا معناها هذا مش فاهم زادة أنا قاعد نخدم على روحي واللي فيه الخير ربي قدر فيه معناها أنا نعرف الهوند الناس اللي تعرف الهوند تعرف شنو هو يكون كما قلت لك لاعب في النجم الرياضي 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 في الاتحاد الرياضي الثاني وفي النادي الافريقي في الدرجه الرياضي التونسي وكل الثلاثه فرق قضوا هذا معهم القاب وكنت احسن جوار معناها في فرنسا فتره 2009 وفي البطوله المحترفه الاولى زاد واحسن جوار في المانيا زاد جيب ناسيونال كابين ولعبت في الدرجه الاولى الالمانيه هذا شرف معناها كبير وانا قلت قاعد نخدم على روحي توا وان شاء الله اللي في الخير ربي قادر فيه انا جيت بيان سالي هوني في المانيا معناها لعبت كنت حابين يقدروني معناها وكيما قلت لك مش سهل راهو باش ليزالمون باش يقدروا واحد تونسي ولا واحد عربي معناها ويبني يكون هو معناها عم برشا حاجات والحمد لله يا ربي معناها والدي راضيين عليا وقاعد نخدم على روحي وان شاء الله اللي في الخير ربي قادر فيه مازلت صغير وانا فرحت برشا كيما صاحبي بن عزيزه ولا ذكر اسبوع صاحبي رمي في الحمامات وذكر اسبوع في الاطوال هذوما جوان نزلنا نعاونوهم نزلنا ناخذوا معاهم وصافي بليزير انا صافي قلت لك صافي معناتها بليزير معناتها بالبلاد بالبلاد وعلاش ليه معناها نحب معناها ما نحبش انا نمشي اي بلاد من صح نحب نبع بلادي باش نعرفوا كيما قلت لك العباد اللي تفهم في الكوره وتفهم في الهوند وتفهم تعرفوا برشا حاجات تعرف شو معناه المانيا هون بول وتعرف وين الحري معناه شنو هو قيمته وشنو هو معناه الحمد لله مش هادي وقريت وعملت ولعبت وعندي اكسبيريون سور كيرا واكسبيريون سور لبون الحمد لله فوالا هذي ما نزل نوصل حد شيء معناه الناس اللي تعرف هذا اللي كنت احكي فيه صحيح وائل بالحق ان شاء الله الناس اللي تسمع فينا لهنا مسؤولين على كره اليد بالحق عندنا كفاءات تونسيه كبيره ما نستحقوش يظهر لي الاجانب باش يدربوا فرق نتاعنا لهنا في تونس ما دامك انت حكيت على اكيد خدمتك هي اللي خليتك في المنصب هذايا في المانيا ماهيش حاجه سهله حكيت على تونس قلت حبيت تخدم بلادك وقتاش ان شاء الله نشوفوا وائل في تونس والله يفضل اللي يكون خير ان شاء الله ربي يكون فيه انا جو سوي بور معناها اي معنى اي تيم درجه ثانيه درجه اولى معناها انا جو سوي بور معناها فهمت انا هوني قاعد نقدم معناها في الناس اللي تعرف هوني اللي عنده اتصالات بالمانيا اللي عنده مش فاهم معناها المانيا اللي فاهم المانيا معناها هي مدرسه كبيره برشا معناها في الهاندبول معناها مونديال هما كانوا معناها يشوفوا المنتخب خدش مره دونك انا كيما قلت لك معناها صافي تري 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 كبير وعندي معناها نحكي ديما مع اصحابي في تونس الانترنور كله وديما معناها ناخذ كلمه نعطي كلمه نعطي نصائح لبعضنا انا اللي في الخير ربي كان فيه اللي في ديان صالي هون في المانيا ويحبوني معناها ويقدروني معناها ويسمعوا كلامي هذه حاجه ما نفرصوش معناها عن الخير لازم ما يسمعوا كلام واحد عربي هذه ديما نقولها يعني خاطر ماشي يعني صعيبه عن الخير ياسر صعيبه أكيد أنت مجرب غادي وتعرف نسيه وكور جون والخدمة والخدمة تجيب وإن شاء الله اللي تلقي غادي سألتيه بي وائل معناتها تحب تكمل التجربة متاعك في ألمانيا ولا إذا كان يجيك عرض به من تونس تنجم ترجع انا هوني قلت لك انا هوني معناها الاستوديان صالي معناها يحبوني في وكان فما حاجه في تونس ولا حاجه باش تعاون بلادي ولا حاجه باش تعاون الكيب نتاعي انا قلت لك انا ما عنديش الكيب معناها محدده انا قلت لك عبد النادي الاثنين كبير حياتي في النادي الاثنين وبعد ليتوان بعد فرنسا بعد الكويت لعبت في الخليج لعبت في اشطايف دونك انا كي فما حاجه باش ننفع بلادي انا جي سوي فور معناها واضح ما ندخلش حتى خطوه ولا ندخل حتى شيء جي سوي فور وان شاء الله ركوطه واضح يا وائل احنا فرحانين برشا اللي كنت معانا وائل الحري وان شاء الله بالتوفيق ليك اكيد حاجه تفرحنا برشا وفخر لينا الكل كتوانسه وكرياضيين انه عندنا توانسه وكفاءات يعني عندها اسم في الخارج وان شاء الله يا ربي بالتوفيق ليك في مسيرتك في المانيا وعلاش لا ان شاء الله نراوك لهنا بحذينا في تونس تكون حاضر بحذينا هنا في استوديو كاب اف ام
ربي يطول في عمرك. يعايشك يا وائل، ميرسي ليك انت، وان شاء الله بالتوفيق ليك وربي معاك. وكل ما فما اكيد تالق لاي واحد متوانس ايمن اكيد باش يكون حاضر معانا ان شاء الله، وحاجه كما قلت تفرحنا الناس الكل. كاب اف ام الكلمه ليك.